الولايات المتحدة أخفقت في إطلاق صاروخ كان يحمل كبسولة غير مأهولة كانت ستزود المحطة الفضائية الدولية. صاروخ أنتاريس انفجر ثوان بعد إطلاقه، وكان يعتبر الحادث الأول من نوعه منذ أن لجأت وكالة ناسا للقطاع الخاص لتزويد المحطة الفضائية الدولية. وتعتبر شركة أوربيتال ساينسز واحدة من الشركتين اللتين وكلت إليهما مهمة تمويل المركبة الفضائية الدولية. الأمر صعب أن نفقد صاروخا من هذا النوع مع حمولته. المهم في الأمر أننا لم نفقد أرواحا، لذا فنحن فرحون، وكذلك لم يكن هناك أي جريح، وإجراءات السلامة عملت كما ينبغي، وكل ما فقدناه هو الأجهزة الثقيلة. مركبة أنتاريس أطلقت بنجاح في 4 مرات سابقة. من جهة أخرى، روسيا أطلقت بنجاح صاروخ بروغريس 57 من محطة بايكونور في كازاخستان، وتحمل 3 أطنان من المؤونة للمحطة الفضائية الدولية. وكالة الفضاء الروسية من جهتها بعد انفجار الصاروخ الأمريكي أكدت أنها مستعدة لتموين المحطة الفضائية الدولية بسرعة إذا طلبت وكالة الفضاء الأمريكية نازا بذلك.